في حلقتنا اليوم عملنا دار وعملنا وركشوب وعملنا نار هكا باش نطيبوا فيها وصدمت عليها بعد في بالي بروحي راجل خلط وقطع قطع هاي وتعرفت على صاحبي محسن سامحوني ولا صاحبي عاد يعاون فيا فهمتني اودو وجيب لي حطب وشعل النار وقعدنا عملنا بربكنو وصدم علينا عاد الذيب يا محسن نضربها محسن وجبت له صاحب جديد قلت يقعدش وحده هاكا فهمتني وصدموا علينا جماعه كقطع طرق ولا مش عارف نضربه هو يضرب نضربه هو يضرب والله العظيم دي ننسحك برا مشي جيب تريف شيب فهمتني هكا وغازوز ولا اي حاجه وبرا كتفرج الحلقه نتاع اليوم مش عاديه اقسم بالله العظيم يلا مرحبا بكم الناس كل معكم انتم عباس وحياكم وشدوا على ايديكم كالعاده والعويد ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وبخير جيتكم اليوم بجيم اسمها بيل رايت الجيم هذايا رايت رايت فهمتني الجيم هذايا خويا تجمع لك قريبة اربعه ولا خمسه جيمز في 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 واحده بركه فهمتني في لعبه بركه السرفايفل موجود الار بي جي موجود استراتيجي موجود طلع شنية متاع انك تدفيد تقيلك للجيم وتعيش معها فيها بارش الديتاي بارش القصة متاحة طيارة على الاخر مش نخليكم ديجا توا مع القصة متاحة تفهموها الجيم على شنية تحكي وبعد كان نبدأ نلعبه ونبدأ في المسيرة متاعنا صبحنا قبل 10 سنوات حلت مأساة بمملكة كارفينيا عندما قتل الأمير فولدار بسهم طائش أثناء صيد مع أخته الأميرة أوسين التي ألقت باللوم على طفل صغير كان في المنطقة في ذلك الوقت بدافع من غضبه وحزنه أمر الملك روان بإعدام كل طفل يطابق وصف الطفل الذي قتل ابنه الوحيد واردا على ذلك تشكلت حركة مضادة لحماية أطفال كارفينيا ولضمان مستقبل آمن لشباب مقاطعتهم خطط المتمردون للسير على القفاز أو القفاز عاصمة كارفينيا لقطع رأس الملك ومع ذلك بفضل وعود الملك بالذهب ساعد عضو مجهول في تمرد في نصب كمين قضى على قادة التمرد بعد الخيانة انهار التمرد وتبع ذلك وقت وحشي حيث توفي الملك وخلفته الملكة أوسين في سنوات التالية يعتقد أن حصيلة القتلى النهائية للتمرد بلغت المئات من الاخر الاولاد حبيت نفسر لكم واقع وانا فهمت يلعب فيها العروي هكا وانا جبتش ان شاء الله تكون عجبتكم السرد بتاع القصه هكا الفازات فهمت العربيه الفصحى وسامحني المهم ذي هي الجيم بيل رايت يا اوف كورس مان نعطيكم لمحه مبسطه مادام وصلنا للشيخ باش نتحدثوا معاه اللي بالاحمر الفوق هذيك الدم الناس كل باس تعرف اللي هذاك الدم اللي تحته الاخضر هذيك ستامينا كي تجري يبدا ينقص كما قاعدين تشوفوا فيه اللوتا عندك نجم تاكل 3 وجبات مختلفين كل ما تاكل وجبه يقول لك معناتها يقوي لك في الدم الوجبه ذي تقوي لك في ستامينا تولي تجري اكثر تولي ما تموتش فيسا اللي من فوق هذيك الاصفر هو الفلوس تجم دخل الفلوس مثلا تزرع تجم تزرع وتولي تبيع معناتها البطاطا واللي بجنبها هذيك اللي بجنبها كما نقولوها العمله هذيك باش تولي معروف قداش لازمك معروف باش مثلا السيد هذايا السلام عليكم تقول له هكا تقول له مثلا حبك تجي معايا يتطلب منك هذايا السيد 483 بوان فهمتني هذوما كيفاش تلمدهم تلمدهم مثلا كي تعمل ميسيونات ومن بعديك اخويا يعطيوك البوانات وتنجم طريقه اخرى تمشي تقتل قطاع طرق انا جاي بالك سامحني فهمتني هذايا الشيخ اهلا بيك لاباس عليك يس اوف كورس سيدي بسيدي قال لك برا امشي ابني كوخ امشي بني لنا كوخ هذا يقول لك كيفاش تبني كوخ تنزل على البيع بعدك تحط تمشي تلمد الموارد باش تجم تبني بهم تجمش تبنيها في المدينه كيف هكا الجيم بلاي باش تجي طويله شويه خاطر ما نحبش نحب نعيشكم في الجيم عندي 3 ايام وانا قاعد نلوز نشرشي عليها باش نعمل فيديو نبداو جونا به فاهمين شنو قاعدين نعملوا فهمت نديش بعلي هكاك الجيم عندها جمعتين كيك وثلاثه جمعات ملي هبطت مازلت early access دونك كما قلت لكم نحبكم تمشيو تجيبوا كويس قهوه كانك في الصباح كانك في الليل برا مشي جيب خويا تريف شيبس تريف فازيت ولا كويس ماء وانت مرتاح علاش مصروف الزايد فهمتني على فكره كل ما تروا نبته هاك كيما هكا اسمها الكتان تلوتيوها ما نجمش نلوتيها خاطرها تابعه القريه هذيك فهمتني باش نبنيو الكوخ نتاعنا باش نوريكم احسن بلاصه تنجموا تبنيو فيها الكوخ نتاعكم هي البلاصه هذه جوست تكمل تمشي من غاديك تجري 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 اوب يعرضك الصورة هذيك وعلاش اخترنا البلاصة ذي البلاصة ذي خطر دايرة بين لوح
اللوح، اللوح هذا يا خويا تستحقه على الاخر باش تبني بيه اي دار، ما تبني بيه اي منزل، لازمك لوح ولازمك الكتان اللي قلت لكم عليه. ننزلوا به، نختاروا الكوخ اللي باش نبنيوه، نجيو نحطوه لهنا هكا. كل واحد فينا يحب يبني راهو، انا جوست لهنا خاطر جربت في بلاصه اخرى من حسيتها مشيتش معايا. باه باش تبنيه شي يقول لك لازمك 10 خشب و6 كتان. باه نمشيو نلمدوا الكتان على رواحنا. اللوح يا جماعه، اللوح نجم ترقاه في الشارع، في الشارع في القاعه، والا تصنع كما نقولوها اكس اكس. وين الاكس؟ هاي هذايا تمشي تقص تكسر الحجر. جوس نحن عطينا باش نبنيو الكوخ ساعه ومن بعديك نبداو الرجل مول. انا والله من بيهت شويه الاولاد عندي برشا، ما شفتش عباد قاعده تهبط فيديوهات على اليوتيوب. نحكي لك توينسه راهو على جيم بلايز، علاش الناس كل ولاد في اللايف؟ علاش الناس كل ولاد لايف ستريم لايف ستريم لايف ستريم؟ اسمعني اليوتيوب برجوليه وحده راه، والله العظيم والله ما عادش بالرسمي، ما عادش عباد تعمل جيم بلايات توينسه، بديتو ستريم 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 ستريم. يا سيدي بنسيدك سي بون، بنينا الكوخ نتاعنا هو شو مزينو برجولي والله مزينه. قولك هي هذا الصندوق اللي تحط فيه اللوازم نتاع، مثلا تحط فيه فازات كيف هكايا، ما ينجم يمسو حتى واحد معناتها معاك في القريه، جوست نتاعك انت. لهنا فينا فين ترقد، نحنا تو باش نقعدوا شنيه من ننتظروا حتى الغدوه سي بون يوفر الوقت وشنيه نعملوا معناها. باش تبنيه شنو يقول لك؟ يقول لك 5 خشب و3 كتان و3 حجر. علاش قلت لكم البلاصه هذيا؟ خاطر البلاصه هذيا بحذاها كل شيء يا جماعه، راه جوست من الاول، راهو جوست من الاول، انك مثلا تبدا تلمد هكايا. هذيا توت، هذيا توت، هذيا تاكلو، فهمتني؟ ديجا نحن ماكلين كعبه. جوست من الاول معناتها قلت لكم تبداو انتم تلمدوا وتلوتيو الدنيا، ومن بعد هكا كي يوليو عندك عباد معاك خليهم هما يعملوا كل شيء، فهمت؟ وكملنا هذايا الورك شوب نتاعنا. الورك شوب نتاعنا كيفاش مثلا باش نجمو نصنعو فأس بسيط والشعلة كذا في الليل مثلا تحب تمشي تصطاد ولا حاجة هذيك، وهذايا تتعارك به خفيفة وتتضرب، فهمتني؟ حتى لين بعديك تتطور وتولي تعمل أبحاث وتولي تتعلم كيفاش تعمل سيوفة، تعمل دروع، تعمل أكل بو. البو إيش معناها بو؟ أكل تضرب من البعيد، عرفتها؟ السهم الملتهب. سامحني والله العظيم. عندنا 6 خشب و2 حجر. هذه خشبة الأولى، ديما قلت لكم كي ترقاو كتان يا جماعة هزوا كتان يا ود ما تنساوش. طيبو هزينا الخشب الكل وهزينا الحجر الكل، الحجر هو الحصد، الحصاد. فهمتني؟ نصنعوها وقعد غادي سي بون. ولات عندنا اكس، الاكس هذايا نجمو خويا نكسرو بها الشجر باش نجمو نبنيو وتولي اسهل. نصنعو زادا هذايا باش نجمو نتعاركو كان يجيونا قطع طرق. ثاني حاجه باش نبنيوها هي الكام فاير. الكام فاير هذايا هي اللي باش تنقذنا باش نطيبو بها فيها الماكله. باهي الكام فاير شنو هي لازمتها؟ لازمتها 5 خشب و3 حجر. نورمالمون انا عندي، لا ما عنديش حجر. الاولاد الجيم هذايا راهي نتاع واحد عنده وسع بال، نتاع واحد يحب يتشيلي، يحب يرتاح نفسانيا خاصة، فهمتني؟ وعلى فكرة راهي الجيم تتلعب اونلاين، اونلاين تنجم تلعب انت واصحابك بنكين، كل واحد يبني حاجة، تولي عندكم مستوطنة عندكم عباد. عنا برشا ما لعبناش لعب كيف هكايا، فهمت؟ حتى البني نتاعها الطريقة نتاع البني ياسر مزيان، فهمتني؟ باهي توا يا سيدي بسيدك عملنا الكوخ نتاعنا، عملنا الورك شوب نتاعنا باش نصنعوا فيها الاكس وباش نصنعوا فيها برشا فازات اخرين في المستقبل، وعملنا الكام فاير نتاعنا اللي هي باش نحطوا فيها الماكله باش نجموا ناكلوا، كملنا كل شيء. توا نعملوا مكتب الابحاث نحطوه لهنا بعد الورك شوب نتاعنا، نعملوها منظمه خاطر بعديك باش نعملوا غاديك بيوت، فهمني؟ للعباد اللي باش يجي تسكن بحذانا نعملوا نتاع مخازن، فهمني؟ مازال مازال مكتب الابحاث يحب لوجز. لوجز هما هذوما، هما الشجره اللي تبدا طويله انقصوها صحيت اوب نجيو نحطوها لهنا. هذايا جوست من الاول، راكم الاولاد راهم من الاول هذايا بركة انك تبدا تبني وتبدا تكسر في راسك باش من بعديك كي يجيو المصوتنين نتاعك كما يقولوها يوليو هما يعملوا في كل شيء انت تأمرهم، عرفت؟ اوهو 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 الطرق قطع طرق ولا شنو هذوما؟ اه جيو لا حول ولا قوة الا بالله يا ودي بعد عندي بزاف عندي زي عندي جيت اطل ايه ما عادش نجري. يا الله الله يهلك شي مش بقاو يجريو هذوما كيفاه؟ اه ها عرفوا البلاصة نتاعي باش يجيو توا رجعوا 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 هيا رجعوا باهي هذيك باهي برشا. من بعد هيك نعمل جنود نتاعنا نرجعوا هنايا ونبداو نبنيو. كملنا
مكتب الابحاث، مكتب الابحاث نديكم كحاجه مصغره عليها. مكتب الابحاث انت ما تنجمش تعمل الابحاث وحدك، تنزل على الاف لهنا لازم يكون عندك كما نقولوها واحد معاك يخدم. اظن الفكره نتاع الجيم ان انت البوس واللي يخدموا عندك هذوك المستوطنين نتاعك، معناتها يخدموا يسكنوا عندك انت، انت تأمرهم شنو يعملوا شنو ما يعملوش، ابني ولي هذه طيحوا لي هذه، مشي يجيبوا لي هذيك وقتلوا هذا، مشي نعملوا حرب، مشي ندير شنو، تمشي تدربهم. فهمت؟ تبدا عندك شكون يخدم معاك. نجي لهنا تقول له مثلا نحبك تعمل بحث على كيفاش تصنع الفخ الصغير هذا باش تصطاد به الارانب، تنزل عليه شنو لازم باش يعمل بحث، لازمته زوز كتان ولازمته خمس اخشاب كما نقولوا. كيفاش مثلا نحب نعمل قوس نضرب من البعيد، وذا بالقوس تضرب البعيد راه مش هكاك ديريكت تاخذ القوس تضرب تجيب له في راسه طول. لا لا فيها التعلم انك معناتها باش نوريكم اكثر الاولاد. هذه القوة متاعك، هذه القوة متاعك كما نقولوا الحصاد. نحن عنا واحد على عشرة، مازلنا كل شيء عنا واحد واحد اكهو، معناتها كما نقولوها مازلنا ما نعرفوش ما نفهمو حتى شيء. كيفاش هذه تولي عندك نقاط توصل حتى تكشي عشرة على عشرة؟ يا تقرا كتاب ثم كتبه يترقاهم تلوتيهم عند المبيت، والا تمشي تشري كتاب من القريه اللي كنا فيها قبيلك. فهمت؟ الدنيا بدات تظلم. نحن شبنينا بنينا الوركشوب باهي على الاخر، بنينا المكتب الابحاث باهي على الاخر، بنينا زيدا فين باش نطيبوا فيها والدنيا. شنو مازال اخر؟ هذيا تواليت حاشاكم، هذيا تواليت شنو هي تعمل يا جماعه؟ هذيا كل ماكله تفسد تمشي تحط فيها، مش معناتها باش تمشي تعمل بيبي ولا اش تعمل. فهمت؟ لا لا. الصندوق المخيم، صندوق المخيم هذيا نبنيوه نحطوه هوني بحذا الوركشوب، اذا يستحق حاجه يحط طول. نرمل عنا كل شيء نحن ديجا باهي على الاخر في سعمة تبنيت. الحاجة الباهية مثلا نجمو نحطو فيها ادوات الكل، والا مثلا تقول له راني نحب نحط فيها كان التوت، راني نحب نحط فيها كان البذور البصل وكالفازات هذوك. فهمتني؟ خمسة ايام حتى الشتاء، الجيم فيها شتاء مش شتاء معناتها كيف هذا. لا لا، فصل الشتاء معناتها الدنيا تولي ثلج، تبرد الدنيا وتولي الماكلة ما عادش نجم ترقاها، الكتان ما عادش نجم تلمدو، ثم برشا حاجات التوت ما عادش نجم تلمدو باش تصعب الجيم. شنو هو الحكاية؟ انك قبل ما توصل للشتاء لازمك تكون عندك برشا حاجات. توا نحنا السبعة متاع الصباح لازم نمشيو نتحدثوا للشيخ، نرجعوا له قال برا امشي ابنينا وارجعنا. اهلا وسهلا، وينك شيخ؟ لاباس عليك والله، انت مرة اخرى اعطيني فرة. اهلا بك. الملخص متاع الحكاية اني توا باش نمشي نحكي مع ايميلي، يحب على متاع الفخ هذيك باش يصطاد بها ارنب وكفازات، ويحب جلد متاع ارنب. انا توا باش نمشي نحكي مع مدموزيل ايميلي. يا مزمزيل الله العظيم حقرتني البنات كالتاكسيات راه والله العظيم. اوكي ياي. اوكي ماهي بيه. توا نحن شنو باش نعملوا؟ باش نمشيو للسيد كيما نقولوها هذيا، عرفتك صياد ماهر. فهمتني؟ الصياد هذيا ما كيفو حتى حد. نمشيو نشوفو كيفاش معناتها نولي نصطاد، باش يعلمني كيفاش نعمل الفخوخ فين البلاصه الباهيه اللي تصطاد فيها. باش نمشي نحكي معاه معناتها نجيه برجله معناتها نجيه من الاخر. اهلا بيك. وينك خويا؟ لاباس محالك؟ لاباس. اهلا بيك. والله اسمعني خطير السيد هذا راهو والله العظيم. هذا السيد متغشش على الشيخ، قال لك ماهوش عاطيني حقي وماهوش عاطيني قيمتي وقدري معناتها في البلاصه. قنب هذا قنب هندي اهلا بيك. فهمتني؟ قال مش عاطيني قدري ومش عاطيني باستي. فهمتني؟ قال لي خويا تحبش معناتها نولي معاك جوست تبني لي بلاصه فيش نسكن فيها، اوب تنجي نولي نعيش معاك. فهمت؟ قلت له مريك خويا اللي بيك تنبني لك خويا، نبني لك اللي تحب عليه، المهم اجي عايش معايا خويا، عندك خبره تبارك الله علمني. باهي نحن القريه نتاعنا فين؟ القريه نتاعنا لهنا باش تعرف تولي تظهر لك في الماب، تنزل على تصويره نتاع الكوخ الشخصي وتنزل على نقطه مسار ودرش نقطه المسار، تطلع لك في الماب ميني ماب هكا، تطلع لك اللوده البلاصه نتاعك وين. والله برجوليه بتحبس لها يا خويا، ما تحقروا ياسرا ولا عندي كوخ هكا بالخشب والدنيا. لا لا تحقروا هناك. فين نبنيو له الدار نتاعو السيد؟ فين نبنيو له الدار نتاعو؟ نقول طيح الشجر هنا هذيا وبعدين نبنيو له. ايش تنقول؟ طيحوا الشجر هذيا نبنيوها في بلاصه الشجر، حطوه بجنبي. فهمتني؟ بالشك نبداو جوله بيها كعائله، خاصة نربحوا شويه بلاصه خويا شبيه. هاي نحطوها بحذا بعضنا باش من بعديه كنتوسعوا ان شاء الله. باهي هكا غديك الدار نتاعي ولهنا الدار نتاعو. الدار نتاعو تنجم معناتها الدار الوحده تنجم تهز شخصين. توا نجيو نبداو نبنيو له في الدار، مسكين باش يجي معانا عايش. قالك الشيخ عمل فيا الشيخ، ماشي خلص فيا بالكدا ودنيا. فهمني؟ فيد الراجل متيقر، تيقر عنده الحق السيد. فهمتني؟ قال لي نجي معاك، انا فرحني قال لي نجي معاك فرحت. هاي سيدي هاي دار، هاني بنيت لك الدار،
وجيتك نجري. يس ريدي ريدي. هذوما يوريك كيفاش تتحكم فيه. يبدا مثلا باش نفسر لكم فيسع فيسع ماذا بينا الجيم بلاي ذي نحب نفسر لكم اكثر فهمت مش العباد اللي تبدا تلعب تحب تلعب وما ماش فيه ما نبداو فاهمين شنو قاعدين نعملوا بالضبط. جيل السيد تنزل عليه اف عندك ثلاثة خيارات نجم تخليه حارس يقعد نهار كل حارس يحرس في القرية متاعك وإلا رفيق اللي هو بدأ يتبع فيك تأمره مثلا تنزل على الأ قوله يتبعك أنا راني أزرتي مش كورتي تنزل على الأ قوله مثلا نحبك تلمد لي اللوح هذي يلمد اللوح اللي موجود في البلاصة هذي الكل يمشي معاك يتبعك ديجا برمش يلمد اللوح الناس بدينا قطفوا دي برمش يلمد زلعني قدام الرجال بس عطونا حكي وبعدك تفهموا بعدك كما قلت لكم تنزلوا اه مثلا باش تقول له يقعد غديك مثلا معاش يتحرك عندك خيار الثالث هو عامل العامل هو اللي يتلهي لك بالمدينه نتاعك انت هو اللي طيب هو اللي يبني هو اللي يعمل كل شيء هو شو يقول لك من فوق يقول لك حول رفيقك الى عامل حتى يتمكن من مساعدتك في البناء انت مش توا تمشي له تنزل على الاف وتردوا عامل قدريت باش تمدوا على الاف تردوا عامل اغزه كيف شو اللي يمشي اغزه عباره في اللاك متعدي سيد اغزه اللي بجربت او هذا عبد وصل غادي كما سيجي نهار الثلث تعمل له رفيق خليه باش ولي يجري معاك كي توصلوا للقريه متاعك تنزل على الاف تردوا عامل باه سي بون وصلنا لهنا تنزل عليه اف تردوا عامل اوب تو باش يولي خويا يتحرك يولي يقضي في اموره نحن لهنا شنو باش نقول لك ابحث عن الفخ الصغير بمساعده مستوطنك الجديد نجيو لهنا تنزل اف فخ صغير هو تو باش يجي لا لا كما يجيش نطرد ولا هاو باش يجي هاكا يجي اما يحب له نص ساعه باش نجم يبحث نحن نساش نعملوا له نحطوا له زوز كتين وخمسه خشب هذا يراه نحن نحطوه هكا خاطر اسرع باش للفيديو اما هي معناتها السيد كي تعمل له كيكا وحده يمشي يجيب بالفازات يمشي المهم نجيو نحن نحطوا له كل شيء بحذاه لهنا باش ما يقعدش ماشي وجاي يعطيك الف صحه والله يا معلم والله اوزريت اللي بقى لهنا كعبيت اللي بقى يمشي يهزهم يحطهم في ياسر مش نورمال جيم برمجه على الاخر قاعد نقول له اللي هو يصنع لنا الفخ مالاش في بالك انا باش نبنك كيفاش تعرف اللي هو مثلا لما شكون باش يصنعها تجي تصويره نتاعو لهنا او باش يجي تو يهز اللوح يهز الفازات يجي لهنا ويبدا يصنع باش تعرفوا قداش وصل ليتها قداش قاعده تمشي بشويه بشويه من بعد ما تصنع يجي يحطها في الصندوق ولا يخليها غاديك اول حاجه نهزوا التوت خاطر تحط له الطعم هو توت والا فطر جي لهنا تنزل اي تنزل عليها باليمين وماذا بيك ديما تحطها بحذا الشجره نتاع التوت ما تقعدش عرفت ساعات ننسى انا ما نجيبش ساعات نعمل هكايا عرفت راسين نلوج على الشجره وبحذنا شجر كلها نتاع التوت كيم بعديك تجي ترخاها سي بون تشدت تاخذ الارنب وبعديك تحط التوت تمشي على روحك تبعد ديما تحطها بعيده على المستوطن نتاعك باش تحطها بجنبك الارنب تخاف منه باهي شو يقول لك لهنا عندنا ميسيون احضر ثلاثه فخاء لازم نعملوا لهم ثلاثه فخ صغير هذاك ومعها فرو متاع ارنب جيو لهنا تنزل هكا تنزل واحد اثنين ثلاثة هاو السيد تو باش يجي باش يريقل كل شيء اموره باش يريقلها وحده الجيم باش نمشيوها بشوي بشوي يا جماعه باش نمشيوها مع بعضنا بشوي بشوي باش نعيشوا فيها مع بعضنا مانيش باش نعمل معناتها فيديو بركه ولا اثنين ولا ثلاثه ليله خاطر الجيم طويله وباش نوريكم فازا هذايا كيما نقولوها الشجره هذايا شنو الحاجات اللي تنجم تتعلمهم ويتحلوا لك من بعديك كبيره برشا معناتها الفازات نتاعها كبيره برشا ثم نزل تمام نحبش نحرق عليكم فهمت قداش صنع لنا من الكعبه صنع لنا وحده برك اي غالي مازالو زوز شبيه تنرفز باهي وذي معلومه اخرى انك تنجم تحكم في المستوطن نتاعك تنجم جوست ان وانت في اي بلاس مثلا جيت لهنا نتاع مكتب الابحاث تنزل عليها وتقول له نحب تعمل لي هذا وانت مش لازمك تجي لهنا وبعد تجي من جيبس تجي وبعدك تعمل لك ليلي بالان نتاعك برك تتحكم في كل شيء عندك المباني قول له مثلا طيب اصنع لي هذايا طيب لي ماكله مثلا لا ماكله والله العظيم ماكله ما نسجلش عدد السكان هذايا اللي عندنا عدد السكان ديما تجي تشوف تنزل ان وتشوفهم مش قاعدين يعملوا ريت ترقاها ثلاثه نقاط السيد ماهوش يعمل في حد شيء مواطن عاطل دونك شنو لازمه يعمل شنو هي لازمك تعمل باش يولي ماهوش عاطل لازمك تجي تشوف شنو ناقص الخشب نجي هكا قل له رفيق اجي معايا بابي هاي نحبك تلمد معايا تريف لوح لمد شويه لوح لمد هذا مش توت يا تكبهامه هذا مش توت اللوح
هي جبنا اللوح نجيو لهنا ونحطوا اللوح اللي عندنا الكل. هو قداش الوحده نورمال مو ينجم توا ينجم يبني على روح يعني لنا لازم كل نهار نعملوا موضوع راه هاي سامحني لا العظيم سامحني عامل اي برا برا ركح جوك اي برا عايش خويا برا صاحب الدنيا ليلت علينا راه الدنيا ليلت باش باش نقول لكم حاجه نقولوا نحنا مثلا نحبوا نحطوا انا برشا توت ونحب نحطوها في المخزن نتاعنا تقاش تنزل هكا بالكعبه 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 اللي تكمل 700 عندك فاز تنزل على الالت تن كليكي باليسار سوري باش تاخذ زاد كيف كيف ديما نزل على الالت تحب تاخذهم الكل تنزل على الالت اوب وتنزل عليها بالسوري فهمت هنمشيو نعملوا طله خويا لا ثم حاجه ارنب تشد كده ثم الخط كيك ازرق معناتها ثم حاجه تشدت غاديك نمشيو الميسيون الاولانيه كملناها ريف الحم نعاودوا نحطوا الطعم نتاعنا اهم حاجه يا جماعه اهم حاجه لازم ما يقعدش جيعان خاصه كي يجي الشتاء ريت كي يجي الشتاء لازم ما يقعدش جيعان من الاخر ريت كي ما ثماش ماكله حتى توت المهم ثم ماكله توت والا مشروم ثم اسهل حاجه فهمتني كي ما ثماش ماكله راهو ما عادش يخدم معاك حتى شيء ما عادش يعمل حتى شيء انا تو ما كلفتوش بحتى خدمه الله العظيم يعطيه الصحه الله يعطيه الصحه والله يعمل لنا كم فاير الله العظيم الله كم فاير والله يعطيه الصحه يوم شر قد يوم مهبول هذا يوم يشخر يوم شنو مش قد سنة فيها تحرق هنا الوحدة انت حرق ولا تقعد خوي نمشي نرقد على روحي انا يعجبك شي زاد يوم مهبول هذا والله عطي مهبول والله. اليوم الثالث اربعة ايام حتى الشتاء هي حرقتها حرقتها ويني عارفوا كل برا ولد حرام والله كليها هو والله والله كليها هو يا خويا صحة يا خويا صحة اي باش نعلمكم فازة اخرى يا جماعة انك مثلا تحب تمشي متقلش تنزل على الشيفت ولا درجني ليه انزل على الهاش هاش يقعد يمشي واحد فهمني وانت خويا تشد تليفون تقعد تتحكم شنو تحبهم يعملوا شنو لازم يعمل مثلا انا خويا نجي لهنا نقول له نحبك تعمل لي مثلا تعمل لي تورش باش ما يقعدش مبنك هكاك خاطر مازلت انت ما عملتش لهنا كوخ نتاع الخشب ما عملتش كوخ بحث على الطعام خاطر يبدا ما عنده حتى شيء يبدا وحده وحده يمشي يبحث على الطعام يمشي يقطع يقطع يكسر الشجر فهمني يقص الشجر شنو يكسر الشجر ويقطع شيخنا وينك شيخ لاباس شحوالك اعطاني 30 سمعة 30 سمعة هذية نجم ندخل بها مع... مش من 30 بيزير اكتسبت الثقة في هيرلينتين هيرلينتين الثقة متاعي كما تشوفوا فيها توا غريب الشيخ شنو كان يحكي لي توا قال يا هيثم راني مبيل فهمتني وتعب ونحن خايفين على حياتنا معناتها العباد تخدم وخايفة فهم قلت له علاش يا شيخنا شنو تحب معناتها قال لي خويا من الاخر راهو ثم ذيوبة راهم عاملين فينا ما خلونيش معناتها نخدموا ما خلونيش نبيتوا مرتاحين خافوا على صغارنا وعلى رواحنا قلت واش تحبني نعمل شيخ شنو تحبني نعمل قال لي من الاخر هيثم نحبك انت تمشي تقتلهم ثلاثة ذيوبة انت غاديك تمشي تقتلهم قلت له هذا اللي بيك خويا نمشي ومن بعدك شنو تعطيني قال لي خويا تولي معناتها العباد تعرفك تولي معناتها تحكي عليك بالباهي تولي عندك ثقه ونعطيك السمات هذيك السمات ولا شنو فهمتي وتولي خويا معروف شويه قلت له مريك دونك نحنا كيفاش باش نمشيو نقتلوا الذيوبه الذيوبه ماهمش ساهلين يا غالي نجيو للسيد للغالي نتاع الغلاوه تقول له رفيق ديجا عنده هو عصا وانا عندي عصا ونتوكلوا على ربي هيا صاحبي وناكلوا المشروم المشروم راهو المستحسن يتيب حاضر روحك ولا مش نصبوا على الذيوبه راهو وصلنا للبلاصه لازم نقتلوا فيها الذيوبه حاضر اهو اهو هاي بر برالو 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 مش يضرب اضربي اضربي عن جد اضربي عن جد والدي صحيت لو ميت اضربي عن جد اضربي عن جد بوك اي بابا صحيت والله معلم والله معلم السيد هذا مش عادي راه معلم صاحبي معلم معلم هاك عنا ميك ميكلا اليوم عشان مخض ذيوبة به ذي الحجر النحاس ذي بعديك نستحقوه على الاخر تم فرن نحطوه في الفرن يخرج نحاس نجم تصنع به سيوفة دروع انهزوه قديش عنا بلاسة ماش عنا حتى بلاسة نروحوا على رويحنا يعطيك صحة معلم والله شو نسميوه زعم محسن نسميوه محسن يا محسن ولا باهي اسم محسن هذي نرجعوا له الفرو بعديك نشوفوا شنو الميسيون اللي باش يعطيه هنا من بعد الميسيونات راهم ما تحقروهمش يا جماعه خاطر الميسيونات هما اللي يعطيوك النقاط اللي تستحقهم باش تشري معناتها باش تجيب بهم العبيد بدو لي الجو نتاع الجيم يسمع ليه والله العظيم عبيد ناشره سليبيتها وش
باخي لأنه يقول لي خبي عاد شبيك ما شبيك شبيك ما مزروب أنا جبت لك الواحد باهي أنت الآن شريك وليد زميل ولا ما باهي عطوني مية مية باهي سيبون الشيخ نورمالمون ما عادش حاجتنا بحد شيء معاه شنيا باش نعملوا نحن توا ثم دور لهنا هكا عرفت الدورة الصفرة الكبيرة هذيك كما نقولوها الكويست نتاع نتاع الجيم الاخرين سايد كويست يس اوف كورس نحكي عربية فصحى نحكي انجلي وكل تحب انت فهمتني سلام عبد الله والله هذاك المهم المرأة اللي كنت تحكي معايا قالت لي تسأل فيا شنو حوالك اش عامل اش امورك الدنيا كم رجله ماشي الامور لهنا كيفاش لعبت فهمت برشا كلام وفزيت قالت لي اكسب مستوى الثقة صديق من الناس في هيرلاند لازم تكون عندي ثقة صديق لأن نحن توا زميل فهمني لازم تولي عنا صديق شوفوا المدموزيل هذي أهلا بيك 183 اسمعني اللي عنا ماهوش باش يجيبوا لنا حد شيء شنو باش نعملوا توا باش نجيو للمرأة هذي نقول لها السلام عليكم باهي المرأة هذي حكيت معانا برشا برشا لين كرهتني في الحديث فهمني تحكي معايا قالت لي كيفاش الشيخ مشيت جبت بالرسمي مشيت جبت الذيوبة والشيخ معناتها في باله باش يرتاح منك قالك برا مشي استاد الذيوبة باش يرتاح منك ما عادش يشوفك كيفاش رجعت وكيفاش نجم تقتلهم انت انت السيد والله العظيم والله بنرجع لك يا الشيخ بنقطع لك المرأة هذي قالت لي يا زيدي بتزيدك تحب تعمل حركة من بينات قطاع طرق قالت لي امشي حط لهم معناتها هذيا نتاعهم زعما زعما اللي هما يسرقوا بعضهم وتعملوا لهم مشاكل فهمت هكا شيت حطيت يرحم الله والدها تحدث الى ايميلي باش نرجع لها توا تعطيني بوانيت جوست اول فيديو باش يكون فيه هكا معناتها تفسير الممل باش الفيديوهات القادمين معناتها تعرفوني فاش قاعد نعمل باخ نفسر لكم ساعه شنو اللي خذيناه هذيا كتاب كتاب اللي حكيت لكم هذيا اول فيديو كتاب المبتدأ الزراعه هذيا علمك كيفاش تزرع باش تستعمله تنزل عليه باليمين تلقاها الزراعه هترول الكتاب باش يعلمك الزراعة تنزل على بلوس تستناه باش يعطيك 500 خبرة بعد ما يكمل الكل نقعد مدة مش عارف قديش هذي الماكلة الماكلة تعطيك 40 صحة نزيدك بلوس 40 صحة هذي الحسائل الفاخرة فهمتني باش ناكلوها توا اغزر قديش تزيدنا نزيدوا معاها اللحمة هذي اغزر قديش زيدت ونزيدوا معاها المشروم هذي اللي حبيت نقول لكم عن الماكلة اهم حاجة في الجيم نجيو لهنا العملة العملة هذي ديما تستحقها تجي للشيخ تاع القبيلة قلوا لدي شيء مميز لك تجي بعد ما تنسى ذيك تعمل بيع وتجي تقول له راني عندي ناب انت ذي خمسة ثقة فهمتني نبيعوا اللي عنا الكل إذا هنا العملة أقوى أعطيك 30 ثقة يعني تزيدت شوية معناتها ملي كانت اللوطة ولا تكثر معناتها تزيدت دار تكثر شوفوا السيد هذا شنو يحب هذا يحكي معناتها انه يحب الدواء باش يعمل خلطة ودار شنو حاجته باثنين قنب واثنين مرمية واثنين كتين نحط له بجاه ربي ماكلة باش يجم يطيب على روحه ياكلي بعديك يموت اغزر فوق وريت واحدة متاع ما يجم يعمل حد شيء هذاك كده جيعانة كيك سهل عليكم كيفاش تعرفوا البلايص متاع الأعشاب هل الماب هاي ترقاهم لهنا مثلا الأعشاب هذوم هذايا القنب هذايا بلاصة متاع المرمية هذايا بلاصة متاع كيف متاع المرمية هذايا متاع القنب متاع الكتين ما ترقاش عش خطر كتين يطلع في كل بلاصة ثماش بلاصة متاع مكتوبة كتين بركة فهمني ايواش توا رجعنا له عنا كل شيء فوقنا نمشيو للسيد ماذا بينا قلنا عرفتك ما نرجعوش ما نجيوش في الوقت مخر كما نقولوه تمشيو يرقدوا كلهم فهمني رسيلك ماشي كيكه في الفرخ باهي هذوما الاعشاب ورقيناهم بارك الله فيك شي نختاروا ديما نقولوا الحصاد خطريت الحصاد شبيك يا مدام شبيك باب تولي مثلا تهز كعبه تجيك ما تهز كعبتين فهمني تولي دوبل ولا اكثر فهمت صباح الخير وينك محسن لاباس عليك خويا شنو جو شبيك منرفز حاسك منرفز عنا خدمة راهو يجي جاي هذايا قطعة من اللحم المطبوخ هذوكم زوز سيبو وأربع حبال بسيطة كيف باش تعمل أربع حبال بسيطة لازمك أول حاجة تعمل بحث عن معسكر البحث عن الطعام خلي يجي تو شنو هو ناقص هو لهنا ناقص حجر وناقص توت ناقص هذاك شو اسمه حلو يا حل هاي خويا هذوما هو خمسة وهذوما هما خمسة جوك به ايجا عمل لي بحث خويا ايجا بحث لي كمل بحث لي خلينا نشوف نخدموا على روحنا معاش بكري المعسكر بحث الطعام هذا يجي مثلا تقول له امشي بحث لي شوف لي جيب لي الكتان جيب لي الماكله جيب لي فازيت كل ما انت تو تسهيل اللعبه وتولي خير به من بعد نحن ما عملنا البحث عن الطعام باش تتحل لك حاجات اخرين الحبل كيف باش تعمل لازم نتاع النساج قالوا ابحث لي على النساج خو النساج لهنا ماهوش سهل لازم قصب النهر قصب النهر هذا منين باش تجيبه خويا الغالي قصب النهر هو ترقاه بحذا البحر عندك يا البركه هذه والا البركه هذه دونك باش نمشيو للبلاصه هذه اما نصيحه من عندي قبل ما تمشي باش تهز قصب النهر اللي هو
هذا قصب النهر هذايا اكثر واحده بعيده عليك، ديما لازم بحذا البحر معناتها بعيده، ما تنجمش ترقاها في الغابه ولا ترقاها فاز، ديما في البحر. دونك شنو تعمل انت تجي ماشي باش تلمد القصب النهر؟ لازمك تفرغ الدنيا الكل، ريت اللي عندك الكل فرغ فرغ، ما تخلي حد شيء فوق وتمشي. وصلنا للبحيره نجيو لهنا اوب ونبداو نلمدو، ترقاهم ديجا هما مطالعين كيف انا كي ظاهرين هما. لما لين تولي عندك فول، هي اللعبه شنو هي معناتها؟ جوست تبني وتعمل ليه ليه لعبه فيها قصه. ما سمعتونيش كيفاش نحكي من قبيلك في اول فيديو العربيه الاميره سوغولوغ ولا جسمها تسدي ربع. جي لهنا قداش نقصوا هو ثلاث، حط له ثلاثه لهنا اوب وتخليه، نجيو الباقي نحطوهم لهنا. دونك ش عندنا؟ اثنين جذع موجود، اثنين قطع من اللحم المطبوخ موجود، أربعة حبال بسيطة ماهيش موجودة. نحنا شنو باش نعملو يا جماعة؟ نجيو لهنا نعملو النساجين ولا شنو نتاع النساج، نجيو فين نحطوها؟ نحطوها لهنا. كيفاش تعمل باش هو يبدا يبناها الأولانية؟ تنزل على الآن تعمل لك وتحطها المرتبة الأولانية، معناتها ما عادش يعمل حتى شيء جوست باش يبني. باهي باهي البلاصة اللي حطيناها فيها باهي هذايا، كل ما تصطاد ثلاثة مرات الفخ يتكسر، يتكسر لازمك تعاود تصنع واحد آخر وتجيب. للعباد اللي تحب تولي تلعب تتعلم وتلعب على روحها مع أصحابها، خاصة مع أصحابها يا جماعة، راهي الحاجة الباهية أنها تلعب مع أصحابها، واللي يحب معناتها جوست يتفرج. ثم عباد عندها كيف أنها تقعد تتفرج بركة، فهمتني؟ ما تحبش تلعب، عندها كيف يقول لك خويا أنا نحب نتفرج هكا. ريت الحاجة الباهية أنه يقول لك شنو يعمل بالضبط كي تحط السوري على هذية. توصيل أربعة حجر خام وخمسة قصب النهر من الصندوق بتاع المخيم. باهي نحنا توا شنو باش نعملوا؟ جيست هو يكمل يبني على روحه، نصنعوا كالأربع حبولات ونهزوا رواحنا ونطلعوا لفوق نمشيوا للمدينة. باهي برشا يعطيك الصحة، بارك الله فيك بارك الله فيك. بعد ست سنين باش بني. باهي خل نفسر لكم. باهي عنا لهنا طاولة النساج، هوني فين أنت باش تبدا تصنع، لهنا فين باش تأمر، قولوا مثلا نحبك تعمل لي ثوب هذايا ولا سبادري هذايا تزنو ولا أي حاجة، فهمني؟ لهنا باش تعمل الحبولات، عندك الكتان لهنا والحب العادي لهنا والحب البسيط. نحنا دونك حشتنا أربع حبولة بسيطة، مش تقعدش تعمل لك راهو، ليه ليه؟ تعمل كعبة بركة خويا، كعبة بركة وعندك بلوس. دونك نحنا حشتنا خويا كان أربعة نحطوا له أربعة يجي السيد. ماذا بيك يبدا خليه وحده غاديك ديما معناتها تخليه معناتها يخدم يعمل حاجة ما يقعدش هكاك ما يعمل حد شيء، وتعمل تحطه حارس باش يكون زاد حارس وميمتون يخدم وحارس على المدينة اللي هو فيها، فهمت؟ بارك الله فيك. جدنا 150 به لهنا، قداش عنا؟ عنا 538 نجمو نجيبو اللي نحبو فيه نحبو عليه الأميو. هذي قوي على الاخر، هذي المستوى الثقة المطلوبة، هي حامي نحن توا صديق. رجعت لهم في السباح، برجولي يا جماعة، هذي معلم على الاخر، هذي اخوي يظهر فيه مريقل على الاخر. 283 وعندك اخضر عامل عنده قديش؟ 5 على 8 ولا على هي على 7، وصامد وباحث. باهي هذي ينجح على الاخر هذي اخوي، مرحبا بيك معنا في حوشنا. يا وحس، والله اهلا بيك، جبتك صاحبي، والله ماكش تخليك تقعد وحدك. يا حلو، صاحبك اي اقول له السلام. واحد شبيكم حقاره؟ شبيكم لابد مهبله تحسهم شبيكم؟ اي اخوي يخدم على روحه. كي اول حاجه، اول حاجه نحبك تعملها نعملوا المعسكر بحث على الطعام، المعسكر بحث عن الطعام. فين باش تعملوا؟ باش نحطوه هوني بحث المشروم، المشروم وبحذا التوت، ديما خير هكايا، ديما خير بلاصه خويا ولا اروع. ها ثاني نعملو لحنا السيد هذيا عنده اخضر قداش معناتها؟ عامل عنده 5. نجيو لهنا نتاع البناء، هو المرتبه الاولى هو اللي يبني، خطر يبني بفسح. دوك شنو باش نعملو نحنا؟ باش نجيو لهنا مكتب الابحاث مخيم قطع الاشجار، تنزل عليها نعملو هذيا المرتبه الاولى. علاش المرتبه الاولى؟ باش يسيبوا اللي في ايديهم ويجيو يخدموا معناتها يعملوا بحث على المخيم قطع الاشجار. نخليوه يخدم على روحه ونشوفوا كيفاش باش نعملوا نحن. تا اول حاجه لازمتنا مخزن، باش نجم تعمل المخزون لازمك تعمل مخيم قطع الاشجار اللي هو ديجا قاعد يعمل فيه توا هكا قداش، اوتوماتيكمون باش تتحلك المخزون، تولي الخيار هذاك يتحل، تولي تنجم تبني المخزون هذا يتسع لل 500 سلوت، معناتها 500 بلس هذا تنجم تحط فيها 50 بلس، وقد ما تكون الحاجه اكبر قد ما تكون المساحه اكثر، فهمت؟ فين ماشي؟ فين ماشي خويا؟ اجا عمل لنا المخزون، كنا نحكيوا على المخزون تو. البلاصه اللي اخترناها مانيش بعاد برشا على القريه نتاعنا، فوسط غابه كي تبدا هكا فيها شجر هذيك معناتها تسمى غاب، احنا حاجتنا بشجر. فين باش تعملها؟ في الصحراء ماك في الغاب. نختاروا بلاصه باهيه كيما هذه ونقولوا له يبنيوها. باهي ثم شكون متعدي من لهنا؟ لازم نقتلوهم هذوما باش ناخذوا بوانيت. دونك لهنا شنو باش نعملوا؟ نجيو لهنا نردوهم رفيق، ونجيو للاخر نردو رفيق. ايش بيك؟ قداش من واحد قدام؟ ضيقك ضيقك. الاخر يضرب من بعيد، جاو الكل. وينو الكلب؟ لا باهي ما ذوما.
صعيبة راهو الواحد نتاعها صعيبة الوليد. هاي باهي برش باهي صعيبة. صحابي خلوني ومشيوا صحابي، والله العظيم نخرجكم من دياركم. هاي صاحبي قتلوا ونسخلوا. والله برافو يا محسن. والله يا معلم خويا، والله يا معلم، والله يا معلم. اجا محسن كملوا هذوما اللي يجيو باش ما عادش يتعداو من هنا. اجا محسن اجا برا برا حسونا برا برا برا. الله يهلكك. اضرب يا حسن يا محسن اضرب على جد وديك باش نموت. اي بابا اي برا حسونا هاوكا حسونا. اوه تو جيش بحدي صح بابا صح. نعم جد والديك، نعم جد والديك يتم. امشي حسونا هاكم غاديك. اي باب اي باب صح 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 صح. يجم يضربني صاحبي يقتلني را يركع. اسمع برجل ايه صعيبة الواحد تيح، والله صعيبة على الاخر والله العظيم. والله ديما لوتي ولوتي وراو تستحقوهم على الاخر. اللوت اللي فيهم كما هذوما الحزام هذوما تصنع بيهم برشا حاجات بالحديد. اوه اللي جيو هذوما راهم صعاب راهو. لحظة حسونا مش وحدك عاد، مش وحدك ش تموت. الله مات. الله يهلك الله يهلك. قطع هاو جاي تو هذا ما عنده شيء. مش جاي وش تمش كيف باش تضرب تقطع. يا لسعد اضرب بالحجر ما غادي يا لسعد. طيب عاد والله نفدلك ليه عاد برحمة امك. والله سيف سيف هذا يضرب سيف. صباح الخير يا محسن. لاباس لاباس وينك البارح؟ ها؟ كريت على راسك. والله محسن حقرني والله حق متغش محسن. والله محسن. المهم صنعنا المخيم البحث على الطعام اللي هو لازمتنا توا نشوفوا حاجتنا بكتين نحطوا 50 كتين وحاجتنا بتوت خاطر جاي الشتاء سي. أول حاجة نحطوا 50 توت. علاش 50؟ المرتبة الأولى هي التوت جوست نحنا حاشتنا بهذوما توا خاطر جاي شتي هذايا نحطوها 50 نحطوهم كلهم 50. المرتبة الأولى هي التوت ومن بعديك كتان ومن بعديك الفطر. علاش خاطر في شتي هذوك ما عادش موجودين جملة فهمتني. وعملنا سيدي بن سيدك عملنا مخيم قطع الأشجار. مخيم قطع الأشجار شنو هي لازم؟ لازمتنو أكس اللي تكسر. هذيك الأكس اللي تكسر باش ما نقعدوش نخسروا باش نخسروش الوقت. باش نوريكم شنو باش نعمل. باش نعملوا هكا نعملوا هكا ونحطوها غاديك باهي سي بون. توا لا توجد مهام. شنو هي المهام نتاعنا اللي حاجتنا بها؟ هي نعملوا 5 جذع ونعملوا 20 خشب. باه سي بون خذا المهمة نتاعو نخليوهم يخدموا على رواحهم. الاخر يلمد لنا في الماكلة على روحو نشوفوه بجاب نعملوا عليه طلة. باه سي بون لمد لنا التوتة هاكا خلي يلمد على روحو الاخر باش يمشي يخدم يقص الشجر. نقصتنا حاجة بركة هي المكان اللي باش نجمو نخزنوا فيه الماكلة نتاعنا خاطر مازال يوم فقط على الشتاء. دونك شنو باش نعمل؟ باش نجيو لهنا نشوفوا لازمتها 5 جذع. سي بون حطينا له 5 جذوع. جاي السيد باش يعمل لنا البحث نتاعو ويرجع يخدم على روحو يعطيه الصحة. على فكرة يا جماعة البذور هذوما نستحقوها مع الاخر. راهو بعديكا مليو نعملوا مزرعه كبيره نزرعوا فيها مثلا الكتان نزرعوا فيها البصل البطاطا طماطم. ماشي نكذب بالرسمي راه تبع طماطم بطاطا وخضار. المخزون وين باش نبنيوه؟ باش نبنيوه ما بينات مخيم قطع الاشجار ومعسكر بحث على الطعام. وينه هو؟ هو باش نبنيوه لهنا. بيه قول لي علاش بنيناه لهنا؟ باش معسكر البحث عن الطعام يجيب الماكلة يحطها طول لهنا. كيف كيف مخيم قطع الأشجار باش أوب يجيب الواحد متاعه يحطه لهنا. يقعدش يبعدوا بعيد يقعدوا ماشيين غاديك راجعين فهمت. هذا سيدي بسيدك المخزون يرحم الله وديك. المخزون كما قلت لكم يرفع 400 مش 500 في حول نسخه 400 هنا. باهي هذا اللي باش نحطوا فيه الكتان وكل الدنيا فهمت. هنشوفوا بجرب شنو يوصلونا لهنا توت قداش تم. 41 والله لمد ليك لمد ال 50 كل قاعد يوصل هو. والله به ولا برافو برافو به. تو شنو باش نعملوا تو مادام هو عمل لنا البحث عن القوس خنزيد نفسر لكم به. ثم ذي علامه السفر. علامه السفر هذه تحطها في الكياس لهنا تحطها لهنا مثال وتبني واحده اخرى في اني مش عارف انا يعني. تبنيها مثلا هوني تبنيها هون عاش تقعد تمشي على ساقيك هك ليه. تجي اخويا بحذاها تنزل عليها اف تتحلك الماب يقول لك اختار فين تحب تمشي. المهم انت تبني واحده لهنا
كان يبداو مثلا ثم القطاع طرق موجودين لهنا قريبه للبوان ما تنجمش لا تمشي لها لا تجي منها فهمت. ومريقلين نورمالمون هكا مريقلين كبدايه مشرفه بدايه باهيه برشا. عملنا اخويا معسكر بحث عن الطعام، عملنا المخزون دار المونة كما نقولوها، عملنا مخيم قطع الاشجار، عملنا ذي نقطه الحطاب باهي برشا باهي برشا. ذي راهو منزلنا ومنيش 5 ايام نورمالمون 5 ايام قبل الشتاء، وبنينا زاده نتاع الخياطه نعملوا بها الحوايج، نعملوا بها الكتان، نعملوا بها الحبولات، مكتب الابحاث، عندنا الوركشوب، وعندنا زوز من الناس يخدموا معانا. معناتها امورنا مريقله على الاخر. نصيحه من عندي جوست وقت كده تلعبوا ما تقعدوش تركزوا معهم ايش يعملوا ما يعملوش، اعطيهم مهام وامشي اعمل حاجات اخرين فهمتني. ما تقعدش تركز معهم جوست النهار الاولاني الخمس ايام الاولانيين هما صعاب، انك باش تكون علاقه باش تكون عباد معناتها يخدموا معاك بتجيب البوانات هذوما صعاب على الاخر. واي واحد مش يجي يضربك تموت فيه على خاطر ماكش لابس ارمر، ما عندكش سيف باهي، ما عندكش حاجه تضرب بها بالباهي. المهم ان شاء الله ما طولتش عليكم برشا، ان شاء الله ما قلقتوش، ان شاء الله تعملتوا جو الاولاد. نقول لكم كان نهاركم زين ولا تصبح على خير كانك في الليل، وان شاء الله في الفيديو الجايه معناتها اكتبوا لي كنت حاب نزيد نطول في الجيم بلاي والا نخليه معناتها هكا مريقل. ونقول لكم كان ان شاء الله نهاركم زين، يلا مرحبا بكم الناس الكل وسامحوني وباي باي مقصحين هاف هاف هاف.